الله، السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نبلش بالمحاضرة الرابعة من محاضرات الماكرو. طلاب، إحنا سبق وأن عرفنا شنو طريقة الدراسة اللي دا ناخذها بالكلية، إنها عبارة عن إنه دا ناخذ كل عائلة من العوائل، سواء كانت العوائل البكتيرية هسا إحنا مبلشين بها، ناخذ عائلة من عوائل البكتيريا ونحكي بها كم نوع، والدور كل نوع من عنده مثلا ناخذه نشوف مثلا الشكل مالته، نشوف الأمراض اللي يسببين، نشوف شلون نقدر نعالجه، شلون نقدر نمنعه، إلى آخره من هذه الأمور. تمام يعني؟ زين، إن شاء الله اليوم طلاب راح نحكي على عائلة من العوائل البكتيرية اللي اسمها الكورني بكتيريوم. شو اسمها؟ كورني بكتيريوم. زين، هذه النوع من العوائل البكتيرية يا طلاب، خلينا نخلي ببالنا فد معلومة مهمة، يعني هي ما نبلشها، يعني ما ذكرينا إياها هنا، ما ذكرتنا إياها الدكتورة. هي من المفترض إنه لما نأخذ الكورني بكتيريوم نعرف إنه الكورني بكتيريوم يا طلاب تنقسم إلى قسمين، اللي هي إما تكون إن أيروبيك أو تكون أيروبيك. تمام؟ ونعرف شنو يعني هاي مال تنفس هواء أو الهواء أو هذه الأمور، والسواء كانت أيروبيك أو أن أيروبيك، كل وحدة بيها فت مثالين. تمام عيني؟ تمام. اليوم إن شاء الله اللي راح ناخذهن، طبعاً إحنا راح ناخذ أول نوع من عدها اللي هي الكورني بكتيريوم ديفترياي. هذا النوع من ديفترياي، عفواً طلاب، هذا النوع من أنواع البكتيريا هو راح يكون أيروبيك. تمام، عفواً، هاي أي مو أي أي، هذا النوع راح يكون أيروبيك. تمام عيني؟ فهذا راح نبلش به المحاضرة مالتنا. والنوع وراء بعدها ماتين أكو نوعين من البكتيريا راح ناخذهن، هذا النوع من البكتيريا مالت الباسيلاي راح ناخذها، وبعد نوع اماتين راح ناخذه وينه، هذا اماتين، ثلاث انواع احنا راح ناخذهم ان شاء الله اليوم. فهس خلينا نبلش باول وحده، هي نوعا ما شويه بها صعبه، شويه مو هواي، فخلي نبلش بها. اول شغله يا طلاب لازم نعرفها، اول معلومه عن انه هذه العائله من العوائل البكتيريه هي جرام بوزيتيف روت. طبعا الروت هو معناته الباسيلا، يعني الباسيلا هي شكلها، يعني مو ستافيلو، لا باسيلا، يعني ذيك كان شكلها دا كروي، وهاي شكلها لا هيك مخروطي او طولاني نقدر نعتبرها. زين طلاب، شو معنى جرام بوزيتيف؟ خلي نرجع شويه، خاف احد ما فاهمها زين، اخذناها نحن هذني الاشياء بالعملي. طلاب، بابسط ما يكون، يوما ما اجوا على المايكرو بصورة عامة، المايكرو أورجانيزم، إيش قالوا؟ قالوا عيوني، إحنا هذا المايكرو أورجانيزم بهواي تفرعات، مثلاً بفيروس، ببكتيريا، بمثلاً فنجاي إلى آخره. زين، إحنا شو راح نميز؟ إيش قالوا؟ قالوا عيوني، إحنا راح نسوي فد صبغة، شو نسميها؟ نسميها إجرام. تمام؟ نسميها صبغة إجرام، وأخذنا تفاصيلها هذه الصبغة بمحاضرات العملي. إيش قالوا؟ قالوا يابا ونجيب هذا المايكرو أورجانيزم اللي إحنا ما نعرفه هو شنو، إذا أخذ هذه الصبغة شو نصيح له؟ نصيح له جرام بوزيتيف، إذا ما أخذ هذه الصبغة نصيح له جرام نيجاتيف. هو مو هيجي، مو إذا أخذه وما أخذ، هو كل وحدة إلها لون، وحدة لون أحمر وحدة لون أزرق، أعرف هذا الشيء، بس مجرد أوصلكم الفكرة. فبالتالي انه اللي تلونت في لون معين قلنا عليها، قلنا انه هي جرام بوزيتيف، اللي تلونت لي باللون الاخر قلنا عليها جرام نيجاتيف، نقطه سطر، هذا معنى. تمام عيني؟ تمام. فالعائله اليوم اللي راح ندرسها يا طلاب هي جرام بوزيتيف، هاي لازم نخليها ببالنا ومهمه تجي، اي ممكن تجي. زين، اول شغله يا طلاب اللي احنا راح ناخذ، طبعا قلنا راح ناخذ عائله الكورنيا بكتيريا، اول نوع من عدها اللي اسمها الكورني بكتيريوم ديفثيرياي. هذا النوع من البكتيريا يا طلاب راح ناخذ بالبدايه عليه الامبورتنت بروبرتيز مالته. اول شغله قلنا انه هو جرام بوزيتيف رود، وعرفنا شنو هو. شغلة ثانية طلاب قبل ما اكمل، الكورني هي هاي الكلمه شنو معناها؟ معناها كلاب هيجي، يعني الكلاب معناته، أنا أقول لكم شنو معناته، معناته هذا عصا البيسبول، شايفيها هاي هيجي عود الأغنياء يلعبوها وما أدري شنو بالمسلسلات تطلع. المهم، فهي هاي عصا البيسبول اللي هي شو تكون؟ تكون طويلة، أوكي، وبالنهاية بها فتشي هيجي هنا مثل الطابة، أوكي، فهي هاي الشكل مالتها كلاب شيء. زين،
مرتبة على هيئة مثل التشاينيز لتر، مثل الحروف الصينية. يعني شلون؟ شوفوا طلاب، هسه هي هاي الصورة مالتها، هاي الصورة مالتها، شوفوا هاي الصورة وشوفوا هاي الصورة. هاي الصورة هي صورة الحروف الصينية، تمام؟ هاي الحروف الصينية، وهاي هي تشوفوها يعني تقريبا هيجي كلهن عصي او هيجي شيء، فبالتالي قالوا انه هي تشبه الحروف الصينية. ها هي زين. هسه الطلاب راح يجي يشرح لي اياها، شو يقول لي؟ يقول لي يا عيني، يقول لي يا عيني اكو صبغة الميتاكروماتين جرانيولز، يعني هذا مو هذا شكلها، احنا قلنا هيجي شكلها، او دا نجي عليها هنا هاي مثلا، ناخذ هاي مثلا، ناخذ هاي، اذا نكبرها يا طلاب نشوف انه اكو هنا هذه الصبغه مالت الكروماتين متركزه في مكان معين، اوكي، ومنتفخه بواحد من البول، يعني بقطب معين، تمام، ومنتفخه، والمنطقه الثانيه راح تكون لا والله نحيفه، اوكي. فهذا تنطيني شكل الكلاب شيب، وها هي. بس هسه هذا مجرد كشكل الها زين. أكو فد معلومة طلاب بدي أقول لكم إياها هنا، قريتها يعني هي حلوة نوعا ما، يعني ممكن إنه يجي هسه سؤال ببالكم إنه ليش هسه هاي، طبعا هاي تحت المجهر مو رسم، هاي الصورة، أوكي، إيش معنى الجزء النحيف أخذ لون أخضر والجزء السميك أو المنتفخ أخذ لون هذا مثلا، يا لون هذا لون طوخ نوعا ما، أحمر طوخ أو ماروني أو جوزي، والله ما أدري شلون لونه، المهم أخذ لون طوخ، ليش هيجي؟ شوفوا طلاب، يقول لي يا عيني هذه النوع من أنواع البكتيريا عندها فوسفات جرانيول، عندها يعني شلون نقول حويصلات مليانة فوسفات، تمام؟ معناها إنه أنا لما أجي أصبغها راح تنطيني لونين مختلفات بالدرجات، هي مو عندها فوسفات، هذه نوع من انواع البكتيريا، طبعا هي ليش عندها فوسفات؟ حتى تعطيها طاقه، اوكي، بس تركيز الفوسفات يختلف من منطقه الى اخرى، فمثلا هنا راح يكون تركيز الفوسفات هواي، فلما اجي اصبغها راح تجي تتركز الصبغه هنا اكثر، كون هاي الصبغه اللي راح نصبغها بها محبه للفوسفات اكثر، تمام. اما هذه المنطقه فراح تتركز بها بكميات قليله، تمام. هي نفس الفكره مالت مالت الميتاكروماتيك جرانول بالضبط نفسيتها، تمام يعني. زين هسه خلونا نجي على السورس اند الترانسميشن، يعني اتوقع سهله هاي الفوق ما بيها شيء. زين طلع شو يقول لي؟ يقول لي اول شغله الهيومن هو الناتشرال هوست الها، هو الناقل الوحيد الها، لذلك شو يقول لك؟ يقول لك هذا النوع من انواع البكتيريا نوعا ما قليل، يعني ما منتشر مثل انواع البكتيريا الاخرى، ليش؟ لان هو لا موجود بحيوان، لا موجود بغير مكان، موجود بس بالإنسان، هاي ما يروح لغير الإنسان، تمام؟ تمام. وين ممكن إنه يتواجد لي أو يصيب لي يا جهاز؟ هاي لازم نعرفه، يصيب لي الأبر ريسبيراتوري تراكت، صبر، يصيب لي الأبر ريسبيراتوري تراكت، تمام؟ زين، بالأخص النيزوفارنكس هنا محدد لي إياهن. يعني النيزوفارنكس احنا مقسمنا الفارنكس، اذا تذكروها العام كنا اوروفارنكس ونيزوفارنكس فارنجيوفارنكس، اذا تذكروها فهي تصيب النيزوفارنكس. زين شلون ممكن انه هي تنتقل لي؟ ممكن انه تنتقل لي عن طريق الانهيليشن، عن طريق الاستنشاق مالت الريسبيراتوري دروبلتس اللي هو الرذاذ مالت التنفس، يعني مثلا واحد يعطس يمك او كذا الى اخره، هذه الاخرى او تكون قريب على شخص معين لدرجة انه يعني نفس مالتكم متقارب، او مثلا قاعدين بغرفة والغرفة صغيرة فبالتالي النفس راح يكون نفسي يعني لفترات طويلة الى اخره من هذه الامور. زين خلينا نجي على الفيريولانس فاكتور، لازم نعرف انه احنا كل نوع من انواع العوائل اللي دا ناخذها من البكتيريا لازم نعرف انه الفيريلانس فاكتور مالته شنو. شو معنى هنا فيريلانس فاكتور طلاب؟ بابسط ما يكون فيريلانس فاكتور نسميها عوامل الضراوه او عوامل الاشياء المزينه، انا بالنسبه لي شو اسميهن؟ اسميهن عوامل الخبث،
حرفيا هن خبيثات. يعني هاي البكتيريا ايش معناته تجي تسبب لي فد مرض معين؟ ليش؟ لان هي مو خشادميه، لان هي عندها اشياء مو زينه. شنو هذني الاشياء المو زينه؟ هن الفيري ناس فاكتر. تمام. اول شيء اللي هو الدفثيريا توكسين، هذا منتهين من عنده السم مالتها، هي عندها فد سم معين. تقول لي هو عباره عن باورفور اكسو توكسين اند ريبريزنت ميجر فيري لانس فاكتور. يقول لي يا عيني هي عندها فد سم معين. طبعا طلاب، هذا الاكسو توكسين، يعني هون اكو اندو توكسين واكو اكسو توكسين، فهذا النوع مالته انه هي اكسو توكسين. زين، وراح يجي يشرح لي عليه هذا التوكسين مالتها، هذا السم مالتها، انه هو يتكون لي. طلاب تدرون شو معنى الفرق بين الاكسوتوكسين والاندوتوكسين؟ خلي احكي لان ضل اتكلم. الاكسوتوكسين يا طلاب يعني اكسو بمعنى خارجي، تمام؟ فالسم مالتها راح يكون خارجي، يعني ما يكون، شو نقول هسه اذا تطاعون الرسم هنا اتوقع موجود، شوفوا الشكل مالته، يعني شو نقول مثل، يعني هي خلينا نعتبرها مثلا هاي البكتيريا وهذا الاكسوتوكسين مالتها، هيك اللي برا طالع نوعا ما، يعني هو صح مشلب بيها هو منها وبيها، بس لي برا مبين. اما بقيه الانواع ممكن انه يكون اندوتوكسين بداخلها، فهذا الفرق بين الاكسو والاندوتوكسين، يعني خاف احد ما اعرف شنو معناها. زين، يقول لي يعني هذا التوكسين يتكون لي من التو فريجمنت، يتكون لي من جزئين اللي هن اي وبي. الاي راح يكون الاكتف بارت، والبي اللي هو البايندينج بارت. بالضبط، تعالوا على هاي الرسمه، يعني هي رسمه جدا متواضعه وبسيطه، بس مجرد اقرب لكم الفكره. خلينا نعتبره، خلي دقيقه نرتبه. هذه مثلا هي البكتيريا مالتنا اللي نحكي بها، هو المفروض انه احنا نرسمها هيك طولانيه وكذا بس للتشبيه، ماشي. زين، وهذا هو الاكسوتوكسين، بس هذا الاكسوتوكسين خلينا نعتبره متكون من جزئين، تمام؟ هذا الجزء وهذا الجزء، هو هذا قسمته عود بالنص بعدين، اي هذا نص وهذا نص، تمام. هذا جزء وهذا جزء، هذا نسميه بي لان بايندينج حيرتبط، والاي هذا الاكتف، او تقدرون تسمونه هذا هذا الاي بالأحرى، وهذا البي لأن البي اللي راح يرتبط لي بالمكان اللي راح يروح له، وهذا الأكتف. تمام هنا؟ تمام. وهسه راح نشرحه، يعني بس مجرد خلوه ببالكم إنه هذا A عنده جزء أي وجزء بي، ما عليكم منه قبل منه. زين، يقول لي يعني وهذين الجزئين اثنين راح يرتبطن برابطة مكونة من الدايسلفايد ثنائي الكبريتيد. تمام، هنا هيجي، يعني شوفوها هي واحدة هيجي واحدة هيجي، فهاي رابطة البياناتين نصح لهن داي فوسفيت بوند. اوكي. اضافة الى الميوزينيس انزيم، الميوزينيس انزيم طلاب يقول لي راح يسهل لي الارتباط مالت البكتيريا بالابيثيليا مالت الابر ريسبيراتوري تراكت، لان هي هاي البكتيريا لما تجي هسه هذا الريسبيراتوري تراكت خلينا نعتبره، وهاي البكتيريا هيك هي شكلها. زين، هي البكتيريا اذا ما عندها فد شيء يلزق شلون راح تجي ترتبط لي بهذا الجدار؟ فلازم انه عندها فد انزيم معين، شو نسميه اميوزينيز انزيم، هذا راح يجي يربط لي البكتيريا بالابر ريسبيراتوري عفوا تراكت. تمام. زين، هسه خلينا نجي على الباثوجينيسيس. زين، الباثوجينيسيس يا طلاب مالته شو يقول لي؟ يقول لي يا عيني هذا الاورجانيزم راح يلتصق لي بالسيليتد ابيثيليار سيل مالت النيزوفارينكس، يعني راح يرتبط لي بالبطانه مالت النيزوفارينكس اللي هي الابر ريسبيراتوري تراكت، وراح ينتج لي هذا الانزيم مالته حتى يلزق لي، تمام، حتى يخترق لي، مو بس يلزق لي، حتى يخترق لي بينتريد ثيك ميوكوزا لاير ذات كفر ذا ابيثيليار اوف ذا ريسبيراتوري تراكت، يعني حتى يخترق لي البطانه مالت الابر ريسبيراتوري تراكت. تمام عيني؟ تمام. ووراها لما يخترق ويقعد يطلق السم مالته. تمام. زين، النقطه الثانيه يا طلاب شو يقول لي؟ النقطه الثانيه يقول لي يا عيني الفريجمنت بي اللي سميناه الفريجمنت بي اسمه بايندينج بارت، شو يقول لي؟ يقول لي هذا راح يرتبط لي في منطقه أو specific surface receptor on the cell membrane
of the epithelial cell. شو يقول له طلاب؟ يقول لي هذا، ثواني، اي يقول لي يا عيني الجزء البي اللي هو البايندينج، احنا مو قلنا انه هذا راح يتكون لي من جزئين، التوكسيك مالته اسم هذا اللي راح يطلقه، تمام؟ فهذا اللي يتكون لي من بي اللي اسمه البايندينج، والاي اللي اسمه الاكتيفيت. البي راح يجي وش يسوي لي؟ راح يرتبط لي بالسيل ممبرين مالت الابيثيليال، تمام؟ تمام. Then it's taken in into host cell by the endocytosis او يلتهمها. يقول لي يا عيني خلي بالك فد شغله، انه البي اتش مالت الابر ريسبيرتوري تراكت راح تكون قليله، اوكي؟ انسايد ذا اندوسوم يقول لي ذا انزيماتيك فريجمنت اي از سيبريتد اند ريليز انتو سايستول. عفوا طلاب، مو بالابر ريسبيرتوري تراكت، العفو. لا يقول لي يابا انت مو عندك، هسه راح يجي يشرح لي على الفريجمنتات. احنا قلنا اول شيء الفريجمنت بي يلصق لي البكتيريا بالابر ريسبيرتوري تراكت. زين خلي شوف الوظيفه مالت الفريجمنت بي، شنو هي الوظيفه مالته؟ يقول لي يا عيني خلي بالك في الشغله، انه الاندوسوم مو البي اتش مالته قليله، البي اتش مالته قليله، تمام؟ ايش راح يسوي لي؟ راح يجي الفريجمنت اي اللي هو الاكتيف اللي هو راح يؤدي لي الوظيفه، يعني راح يجي من المفترض انه هو ينفصل، تمام؟ من المفترض انه هو ينفصل حتى يروح يسوي السم مالته، تمام؟ زين فيقول لي يا عيني راح ينفصل وريليز، يعني يتحرر انتو ذا سايستول، اوكي؟ which stimulate، لما راح ينفصل لي بالسايستول يا طلاب، بالسايستول طبعا مالت الخلية، اوكي؟ هذا ايش راح يسوي؟ راح يروح لي الفد انزيم معين اسمه ADP ribosyl transferase. شلون تعرفوا انزيم من هاي ارايس اخر شيء ASE. هذا نوع من انواع الانزيمات يا حبايب. ايش راح يصير؟ ايش راح يسوي هذا الانزيم؟ راح يروح للناد ويقسمه، تمام؟ واضافه الى انه الترانسفيريز ADPR اللي هو 2 elongated factor 2 lead to the formation ADPREF2 complex. ما فهمتوا؟ ادري. شوفوا الطلاب قصة ما بيها شنو، تعالوا لنا هنا شوية. احنا ايش قلنا؟ قلنا هاي البكتيريا وعدها السم مالتها، والسم مالتها بجزئين، جزء بي وجزء اي. الجزء البي يا طلاب هذا راح يرتبط له بالابيثيليا، بهاي الابيثيليا، خلينا نعتبرها هاي الابيثيليا، هاي الابيثيليا مالت الابر ريسبيرتوري تراكت. والجزء الاي هذا يا طلاب شنو؟ هذا الاكتيف، تمام؟ تمام، يعني هذا اللي راح يسوي لي شغله، هذا اللي راح يسوي لي السم، تمام هني؟ تمام. شو يقول لي؟ يقول لي يعني انت يوم ما دخلت هاي البكتيريا للابر ريسبيرتوري تراكت البايندينج هذا تشلب لك هنا، انتهينا من عنده. زين الاي ايش راح يسوي؟ طلاب الاي راح يسوي عده خطوات. اول خطوه انه هو راح ينفصل، تمام؟ زين ليش راح ينفصل؟ لانه الاندوسوم البي اتش مالتها قليله، هاي احفظوها. الاندوسوم لما يكون البي اتش مالتها قليله ال شو اسمه الفريجمنت اي راح ينفصل، تمام عيني؟ تمام. يوما ما راح ينفصل ايش راح يسوي؟ راح يروح الفد انزيم شو اسمه، اسمه ADP ribosyl transferase، تمام؟ تمام. يعني الفريجمنت اي لما ينفصل اثر لي على نوع من انواع الانزيمات، هذا اسمه، اوكي؟ هذا الانزيم ايش راح يسوي؟ راح يروح للناد اللي موجود، تمام؟ اللي هو عبارة عن معاون إنزيمي، وهاي الأمور خدناها نحن من العام. راح يروح شو يسوي له؟ يكسره، تمام؟ تمام. وهسه راح نعرف ليش دا يسوي هذه الخطوات. زين لما راح يروح يكسره يا طلاب، يعني كسره هنا راح يضبط الحمل مالته، أوكي؟ إضافة إلى إنه ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي ترانسفير لل ADPR اللي هو هذا نفسيته. يقول لي two elongated factor، أكو شغلة ثانية موجودت لي بالخلية اسمها elongation factor A، تمام؟ هذا elongation factor A راح يجي، خلينا نعتبره إنه هو راح يرتبط ويا هذا، تمام؟ لما راح يجي ذني الثنين يرتبطن، إيش راح يسوينه؟ راح يسوي لي هذا الكومبلكس. هسا راح نعرف هذا الكومبلكس شنو فائدته. هذا الكومبلكس طلاب شي يسوي لي؟ يسوي لي inhibition
للبروتين سينثيسيس بالتالي موت للخلية. يعني أوفو كل شيء خاب دختو صبر سالفة وما بيها أني هاي البكتيريا شون راح تسبب لي الأذى؟ شنو اللي راح تسوي يا حبايب؟ هاي البكتيريا مجرد انه هي راح تسوي لي انهيبيشن للبروتين سينثيسيس. زين اوكي سويت لي انهيبيشن للبروتين سينثيسيس، يعني ما راح تتكون لي اي بروتين بالخليه. اي وين الخلل بالموضوع؟ ما تكونت لي يا طلابه، ما تكونت لي اي بروتينات بالخليه، الخليه راح تموت. شلون تعيش؟ ما تقدر اي شيء، ما تقدر تسوي لي. طبعا احنا دا نحكي على يا خليه، ترى دا نحكي على الخلايا اللي موجوده لي بالاور ريسبيراتوري تراكت. اوكي اوكي، فهسه هو مجرد هاي شويه صعبه شارح لي بيها شلون دي يسوي انهيبيشن للبروتين سينثيسيس. تمام تمام، نعيدها. مجرد انه انا عندي فريجمنت اي وفريجمنت بي، فريجمنت بي راح يجي يرتبط لي بمن؟ يرتبط لي بالخلايا. زين فريجمنت اي راح ينفصل، لما راح ينفصل راح يحفز لي فد انزيم معين اللي اسمه الاي دي بي رايبوزويال ترانسفيريز. لما يحفز لي راح يجي يقسم لي الناد ويفلش لي اياه. تمام تمام، لما راح يفلش لي هذا الاي دي بي ار ايش راح يسوي؟ راح يرتبط لي فد فاكتور معين نسميه الونجيشن 2 فاكتور 2. تمام، لما راح يرتبط لي بيه راح يسوي لي فد كومبلكس اسمه اي دي بي ار اي اف كومبلكس. هذا الكومبلكس طلاب النتيجه مالته انه شنو اللي راح يصير؟ النتيجة مالته شنو اللي راح يصير؟ يعني بالتتابع هماتين اكو خطوات معينة بس هو ما ذاكر ليها هنا، راح يسوي لي انهيبيشن للبروتين سينثيسيس وبالتالي راح تموت لي الخلية اللي احنا ضاربيها او اللي البكتيريا ضربتها. تمام، يعني هي شوية صعبة نوعا ما بس هذا اللي كثرت عليه. زين زين، هسه خلينا نجي على الديزيز، نشوف شنو الأمراض اللي ممكن إنه يسبب لي هذا النوع من أنواع البكتيريا. أول شغلة هي طبعًا موجودة بالرسبيراتوري، فكذا راح تسبب لي أمراض بالرسبيراتوري، يعني هاي شغلة طبيعية. زين أول شغلة شو يقول الطلاب؟ يقول لي يا عيني الأفتر إنكيوبيشن بيريود، طبعًا إنكيوبيشن بيريود مالته من يومين إلى 5 أيام، يعني فترة الحضانة مالته. تمام تمام، ممكن إنه يسبب لي التهاب بالفارنكس، تمام، التهاب بالتونسل، إضافة إلى ممكن إنه يسبب لي سور ثروت، هذا مالت الوجع مالت البلاعين وهذه الأمور. زين يقول لي يا عيني طلاب، هسه هاي شغلة أريدكم تركزوا لي بها شوية لأنها مهمة. شو يقول يا طلاب؟ يقول لي التوكسين مالت هاي البكتيريا راح يسوي لي ديستروي، راح يحطم لي الإبيثيريال سيل. تمام، الإبيثيليال سيل مال مين يا طلاب؟ مالت الأور ريسبيراتوري تراكت. تمام عيني؟ تمام. وراح ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي ألسريشن، راح يسبب لي تقرح. يعني شلون نقدر نقول طلاب إنه هو راح يجي يحطم لي الخلايا اللي موجودة لي بالأور ريسبيراتوري تراكت، فبالتالي الأور ريسبيراتوري تراكت راح يكون متقرح. شايفين يعني هيجي قرح شلون اللي مزرف أو مقرض أو هيجي معقول شوية شوية، هيجي القصامات. تمام، آتي ميوكاس ممبرين أوف أبر ريسبيراتوري تراكت. زين يقول لي يا عيني هذه الألسر فورم كفرت وذ ذا نيكروتيك إكسكيوتيد سيل بيرت أوف ذا ميوكوزا عفوا أند إنفلمنتري برودكت فورمينج أ فولس ممبرين سيدو ممبرين. يعني شنو طلاب؟ يعني إنه هسه أني عندي هذا الأبر ريسبيراتوري تراكت، تمام، هاي الخلايا موجودة لي هنا، خلينا نرسم لنا كم خلية، خلينا نعتبرها هاي الإبيثيليال مالت الأور ريسبيراتوري تراكت. تمام تمام، لما راح تجي البكتيريا هنا تقعد راح تبدأ تقرضها، يعني منها تمسح شوية، لا مو هيجي صبر، يعني راح تجي تسوي بيه مثل الحفر، هيجي نقرة. تمام، منها هماتين تسوي بيه هيجي حفرة، منها تسوي بيه حفرة. زين هو هذا الإبيثيليا من المفترض إنه يكون متراس، زين وهذا سوى بيه حفرة، شو راح يسوي؟ الإبيثيليا يعني راح يبدي يلملم بنفسه، يحاول يلم بنفسه، فش راح يسوي؟ راح يسوي لي فولز ممبرين، نسميه سيدو ممبرين، يعني راح يجي يشوف وين ماكو شغلة زايدة منها ومنها مطشرة. شنو هذني الشغلات الزايدات والمطشرات؟ مثلا افرازات من النكروتيك، او مثلا حطام موجود من الميوكس، او مواد التهابية
يعني هو ما راح يعرف انه هاي مواد التهابية ما المفروض انه هو يسويهن، ما المفروض انه هو يسويهن، وانما شنو اللي راح يسوي؟ راح يجي ياخذهن ويسد بهن هاي الفراغات. فبالتالي شنو نصيح له؟ نصيح له فولز ممبرين، او نصيح له سيدو ممبرين، تمام، يكون كراي ويكون ثيك. زين، ويقول لي adherent membrane over the tonsil and the throat، وهنا راح يكون مكانه. يقول لي this soon become، فبالتالي لما راح يبدي هو يعني يكون نفسه هيجي من اشياء مو زينه او كذا، اول شغله راح يكون لونه اسود، والشغله الثانيه الرائحه مالته راح تكون رائحه كريهه يعني لهاي المنطقه كلها. زين، لان هو مثل اللي ملاهن باشياء مو زينه. عشان نقول مثلا واحد دايبني بيت ومثلا ما كفى الطابق انه يقوم الستاره مثلا مال السطح، ايش راح يسوي؟ اما يخليها ويقول ثاني يوم اجيبها، او اذا هو عامل تعبان شو يسوي؟ يقوم يلملم منه ومنه طابقات مكسرات ويرتبهن ويخليهن. بس هذن ترى طابقات مكسرات لما راح يخليهن، خصوصا اذا ما خلاهن اسمنت بعدين، راح يصير شكلهن مو حلو. فهي هاي السالفه، تمام. زين، يقول يعني because the thick and adherent membrane are the tonsils so the patient، فبالتالي طلاب بسبب هاي الشغلة البيشنت راح يعاني من شنو؟ راح يعاني من الكف، يصير عنده سعال، إضافة إلى أنه راح يصير عنده مثل الخنقة مختنق، تمام، dysphagia صعوبة بالأكل، nasal speech يقول لك ده يحكي من الخشمة كأنه هيك يعني، إضافة إلى الباد أورد الأودر عفوا هاي قلناها، إضافة إلى إنه low grade fever. زين، يقول يا عيني الميكانيكال obstruction all the way by the sedo membrane may causes، ممكن إنه يعني هذه الشغلة اللي تصير لي إنه دا يتكون لي جدار يعني مو طبيعي، أو جدار فيه خلل، أو جدار خطأ أصلا، ممكن إنه يسبب لي ديسبنيا اللي هي difficult بالبريثينج، الصعوبة بالتنفس، إضافة إلى أنه ممكن أنه يسبب لي الخنقة، يعني واحد مثلا ينام ما يقدر يختنق هيجي، تمام، إضافة إلى أنه إذا ممكن ما عالجناها ممكن أنه يسبب لي death للبيشنت. أوكي يقول لي ممكن أنه cervical lymphoid node ممكن أنه يصير بها enlargement، هماتين ممكن انه هي تتأثر، فبالتالي يصير عنده بولنيك appearance، يعني مثل عنق الثور، يعني الثور ترى الرقبة مالته كبيرة اذا يعني لاحظينها وهيج شيء، فبالتالي العقد الليمفاوية راح تلتهب من وراء هاي السالفة فتكبر، فهيج العنق مالته راح يورم. اوكي، يصير عنده التهاب بالليمفود. زين، ها هي هسه هذا بالنسبة للباثوجينيسيس، سهل ما بشي. السيستميك يا طلاب، على يعني هسه احنا حكينا لوكالي، حكينا على فد بس الجهاز التنفسي، خلينا نشوفه من ناحيه الجسم ممكن ياثر لي على الجسم. شلون؟ ايش يقول لي؟ يقول لي يا عيني ممكن هذا التوكسين اللي دا تطلع لي من هذه البكتيريا ممكن انه تروح لي بالبلاد ستريم وتلوصل الاول والتالي، هي مو خوش يعني الشغله مو خوش تاثر لي بالجسم، معقوله انه ما تاثر علي؟ طبعا تاثر كل شهوه، تمام ممكن انه يسبب لي مايوكارديا كاردياس، ممكن انه يسبب لي اعراض بالقلب او التهابات انفلاميشن بالقلب، ممكن انه يسبب لي نيورولوجيكال دامج يعني هاي المرحله، لذلك انه من المفترض ان شخص لما يصير عنده هاي البكتيريا نعالجه اسرع ما يمكن، تمام، هو اول وتالي احنا راح نعالجه قبل ما يوصل اكيد للبلاد ستريم. ليش؟ لان هو مختنق، والشخص المختنق ترى ما يقدر يتحمل، لان يعني التنفس مو مثلا مثل الاكل تقدر انك تبقى ساعات بدون اكل، التنفس لا، يعني ثواني ما تقدر تبقى بدون ما تتنفس، او الدقائق بالاحرى، تمام يعني، تمام. زين، يقول لي يا عيني الوبائية مالته، درجة الوبائية مالته، يقول the respiratory هذا النوع من أنواع البكتيريا تحدث لي بالتشيلدرن، صورة خاصة نقدر نعتبرها، وذروة العدوى مالتها من يومين إلى 5 أيام ممكن أنه تحدث لي يعني الانكيوبيشن مالتها مثل ما قلناها قبل شوية من 2 إلى 5، وهي تكون نادرة بالأدلت، تمام أكثر شيء وين تحدث لي بالشتاء وبالربيع، تمام. يقول لي هو طبعا هذا مرض يهدد لي الحياة، إضافة إلى أنه
الميكانيزم مالته او يسبب لي الديث ليش؟ بسبب الميكانيزم مالته اللي راح يسوي لي اوبستركشن للايرواي مثل ما حكينا بسبب السيدو ممبرين. فهذا ممكن انه يجيني سؤال يا نوع من انواع الخلايا يسبب لي سيدو ممبرين، هذا النوع تمام. او يعني هو اما سبب لي الموت بسبب هذا السيدو ممبرين مالته، بالتالي الانسان يموت بالخنقه، او اذا ما خلقني الانسان راح يسبب لي الدم مالته، يسبب لي توكسيك بالدم تمام، اللي ممكن انه تروح للمايوكارديال، ممكن تروح للنيورولوجيكال تمام. يعني زين هسه نجي على اللاب دايجنوسيس، بقى لنا بس اللاب دايجنوسيس وشنو بعد والكنترول والثيرابي. زين اللاب دايجنوسيس يا طلاب ما بيشي سهل، يقول لي المايكروسكوب اكزامينيشن جرام ستين شون جرام ستين، يعني اول شغله راح تيجي تصبغها بالصبغه مال جرام، فلما اذا طلعت لك بوزيتيف تمام فهذا معناها ممكن انه تحتمل تكون هذا النوع من انواع البكتيريا اللي هو الكورني بكتيريا تمام. والدور من الكورني بكتيريا راح نعرف انه هاي هذا النوع اللي هو دفترياي لو غيرها. اوكي زين، اضافة الى انه الاربتستين الالبرتستين عفوا طلاب، هذه شوك بلاك جرانيول inside the organism while the organism appear in green color. هاي بالضبط هذه الصبغة تشرح لي هاي الصورة طلاب، هاي الصورة وينها صبر، هاي تشرح لي هاي، شوفوا شلون، لان هو دا يقول لي هنا، دا يقول لي الجرانيول راح تظهر لي بسودة هيك لون طوخ مثل ما حكيت قبل شوية، بينما البقية الاورجانيزم راح تظهر بلون جرين، وهي صدق هنا شوفوها هذا لونها جرين هذا اخضر، وهاي الجرانيول راح تظهر لي بلون شويه داكن تمام. زين الكالتشر مالته شلون راح يصير؟ اما نخلي لوفلر سيرم او نخلي التورال ميديا الى اخره، يعني هم منفذ اشياء. زين ويقول لي يابا الـ ELISA هذا ممكن انه اني احدد يعني من خلاله اعرف الانتيبودي ضد هذا الاورجانيزم اللي موجود لي عند الانسان، يعني مثلا انه ممكن انه اخذ خزعة من الانسان واخلي له هذا النوع من انواع الصبغة واشوف اذا موجود الانتيبودي مال هاي البكتيريا او ما موجود، اذا موجود الانتيبودي مال هاي البكتيريا فمعناته شنو؟ معناته هاي البكتيريا موجودة، وها هي نوع من انواع الصبغة، يعني مو ذاك القدر، المهم افتهموا لي ذنيك اهم. زين الكنترول والثيرابي مالته اول شيء انه اني احصنه، يعني لما يجيني المريض اشك بيه عنده هذه البكتيريا من انه خنقه الى اخره، يعني هنا خاب ما هي بس هاي من انواع البكتيريا السبب لي خنقه، لا اكيد كوما اكو خير من الله، بس يعني على مود احصنه لان هاي النوع من انواع البكتيريا ممكن يسبب لي موت تمام. فبالتالي شنو قبل ما اعرف انه هي هاي النوع او غيره احصن المريض لما يجيني انطي انتي توكسين تمام، أو قبل ما should be given immediately and cannot wait for laboratory result. قبل ما إنه أنا مو والله يجيني مريض مختنق وطالع روحه وراح يموت وأقول لهم لا والله خذوا لي خزعة من الدواء ودوا لي laboratory خل أتأكد هاي الخلية لو لا، لا يعني ماكو شي حاجة، بالبداية أنطي أنتي توكسيك ووراها يلا أسوي هاي السوالف وأتأكد من عنده تمام؟ تمام. إضافة إلى إنه ممكن أسوي له تنبيب اللي هو هذا مالت شايفينها بالافلام لما يزرقون هنا التراكيا ويخلوه يتنفس، اذا اختنق كلش قوي هي هاي السالفه، اور سيرجيكال اوبريشن اللي هي اما انه اسوي للسيدومنبرين ايش اسوي له ريموف اوخره او تراكيوستومي تمام، شود بي دان ان كيس وذ، يعني لما الشخص يجيني مختنق. زين او ممكن انه انطيه ادويه الانتيبوتيك مثل الاريثرومايسين والامبسيلين الى اخره، هذني مواصيات يعني لهذا النوع من البكتيريا الدفتيريا بكتيريا، هذني حددوهم طلاب مهمات يجي. انا همات خليتهم غير لون. زين الفاكسين تربل فاكسين اللي هو هذا مات القزاز والسعال الديكي، وشوفوا هو هذا كاتبت لكم عنه شويه، لقاح الثلاثي البكتيري او لقاح الخناق والسعال الديكي والقزاز، هو نوع من اللقاحات المركبة ضد مزيج من الأمراض المعدية بالبشر، فمن ضمنهن هذين الثلاث لقاحات هو واحد إله، واحد للقزاز وواحد للسعال الديكي، فأنا ممكن إنه أنطيه فيحمي الإنسان لحد تقريبا 10 سنوات، وهاي كل ما في هذا النوع من أنواع البكتيريا. إن شاء الله يا رب فهمتوها.